السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نتكلم على الكاتا هيان ساندان، وغادي نقسمها على ثلاثة ديال الأجزاء. الجزء الأول غادي يكون خاص بالنظريات وتتخلله مقاطع من الفيديوهات، والجزء الثاني غادي يكون في القاعة وهو خاص بأسماء التقنيات، والجزء الثالث غادي يكون خاص بتنفيذ الكاتا خطوة بخطوة. إذن هذا الجزء اللي غادي يكون الجزء الأول ديال الكاتا هيان ساندان، الجانب النظري. هيان ساندان هي الكاتا الثالثة من سلسلة الهيانات الخمسة التي تتضمن جل تقنيات الكاراتي. لمعرفة تفاصيل تاريخية وفلسفية عن الهيانات، انظر الفيديوهين السابقين حول هيان شودان وهيان نيدان. هيان ساندان مطلوبة للمرور من الحزام الوردي إلى الحزام الأخضر، وهي من ضمن كاتات لنيل الحزام الأسود الدرجة الأولى. هيان ساندان تتضمن 21 حركة وجوج كياي يمكن تنفيذها في تقريبا 30 ثانية. إنها أقصر كاتا ضمن الهيانات، إذ تحتوي على 15 تحرك فقط، وليس الحركة التقنية، كنقول على التحرك 15 تحرك فقط. هذه الكاتا تعتمد على وضعية كيباداشي، وبالتالي هي كاتا الوضعيات الثابتة على الأرض. إن قوة وثبات الوضعية أمر أساسي في هذه الكاتا التي تعتبر أعقد من سابقتيها بفعل تقنيات دفاعية وهجومية متقدمة، وبفعل وضعية كيباداشي، وبفعل التحرك بالدوران على المحور، يعني بيفوتي سور لاكس. هيان ساندان تمثل مواجهة عن قرب وبتقنيات على مسافة قصيرة، لذلك نجد بها تقنيات التخلص من مسك الخصم على اليد والجسد. قلت في الفيديوهات السابقة باللي أن الهيانات الخمسة موضوعة على حسب المسافة، من هيان شودان مسافة بعيدة وحنا طالعين مسافة متوسطة حتى كنوصلوا القرب جسد بجسد، جسم بجسم، فهي غودان. وحتى في هذه بالمناسبة هيان ساندان تقتضي الاشتغال مع شريك للتعرف على المقصود من التقنيات واتجاهها. باش نتعلموا الكاتا مزيان خصنا دائما نديروها مع شريك، اذا دائما خصنا البونكاي، ودائما انادي بانه الكاتا لوحدها غير كافية، ولا بد من البنكاي باش التلميذ يعرف المقصود من التقنيات، وبالخصوص في هاد هيان ساندان اللي فيها المسك باليد والمسك من الخلف إلى آخره، باش نعرفوا المعنى ديال هادوك التقنيات، وباش نبينوا بأنه هي كتكون عن قرب. تشوفوا بعض الفيديوهات أو بنكايات. Forced to take a reverse stance, it's of no use trying to loosen yourself from the opponent's grasp. On the contrary, it's important to hold on to the opponent. يعني كتلاحظوا هنا يا المسك، إذا هي راها عن قرب. هنا كنلاحظوا كذلك القرب من الخصم في هذا الكاتا، هنا كذلك مع الأستاذ كامازاوا اللي كيشرح القضية ديال المسك من الخلف. هذا الشيء كامل من طبيعة الحال غادي نتكلم عليه عند تنفيذ الكاتا خطوة بخطوة، نشرح التقنيات كيفاش خصهم يكونوا. هاد المسك في الوسط الكاتا، وكيفاش كيدور الجسم،
إذا إلا ما درتيش هادشي مع واحد الشركة ما غاديش تفهم المعنى ديال هاد التقنيات، وما غاديش تفهم كيفاش تسلك راسك ويدك تطلق. غتبقى دائما تدير الكاتا غير بوحدها بلا ما تعرف المدلول الحقيقي في التطبيق. إذا ولا بد من شريك باش تجرب الانفلات، وإلا غيبقى داك الانفلات دائما صوري ودائما نظري، وما عمرك غادي ديرو في الواقع، وما عمرك غادي تنفلت من شي خصم قبضك. هذا هو المقصود. نشوف هنا واحد البوكاي مع هذا الأستاذ، هذا جون بيرك، اللي قلت في الفيديو السابق أنه مشهور جدا في البوكاي، عبقرية في البوكاي إنجليزي. شوف كيفاش كيشرح هذيك التقنية الثانية والثالثة في الكاتا، في بدء الكاتا، غير باش نركز على أنه كاين قرب ما بين الشخصين، يعني ماشي عن بعد، وإنما التنفيذ ديال الكاتا تيكون عن قرب. لاحظوا الخبرة ديالو في ابتكار البنكايات. لاحظوا هذيك ان بي او كي ديال المرفق كيفاش كيشرحها هو. المهم الفكرة اللي بغيت نوصل هي ان هاد الكاطا هادي كدار عن قرب، ولا بدا كخص واحد الشريك باش تفهم المعاني ديال هاد الحركات. في هذه الكاطا سيقوم التلميذ لأول مرة بتنفيذ دفاع مزدوج أو مزدوج على مستويين غضان وشضان، يعني هذيك التقنية ديال هكا وهكا راها لأول مرة كظهر في هاد الكاتا. نشوفوا دابا منابع الكاتا، يعني منين جات الأصول ديال هاد الكاتا. كما نعلم أن الهيانات كما قلت في الفيديوهات السابقة راهم خداو المحتوى ديالها من كاتات عليا، لكن اللي دارهم الأستاذ أنكو إيتوزو أستاذ ديال فوناكوشي، خدا من الكاتات العليا ودار في وسطها. راجعوا الفيديو ديال هيان شودان وخصوصا هيان نيدان. إذا هاد الكاتا كان خدا من أولا الكاتا جيون في الافتتاحية. هاد الافتتاحية هادي هاد قدام براي مع أوشيوكي هي اللي موجودة في هيان ساندا. ثم عندنا بعض الجذور من كونكوداي، وعلى الخصوص في هذه اللقطة هذه كما تلاحظون هذه كونكوداي، إلا أنه الفرق هو في وضعية الدراع. يعني الأستاذ إيتوزو أش بغا يقول لنا في هاد هيان ساندان، أن هاديك المسك بالذراع يمكن يكون في هاد الإتجاه كما في كونكوداي الفوق، أو لتحت كما عندنا في هيان ساندان، ومن الأفضل أنه تدربو عليهم بجوجهم. ثم عندنا بعض الجذور من الكاتا، هاد الحركة بالضبط اللي غادي تجي دابا غدار، وهي هذه الحركة. وهاد الحركة تسمى ريوكين كوشي جامي. احنا غندير فيديو خاص بتسميات التقنية ديال الكاتا في القاعة. إذا هاد الحركة هذه اللي هي بكونغاكو هي نيت هي اللي كاينة في هيان ساندان، غير هي هيان ساندان كنعاودوها ثلاثة ديال المرات في اتجاهات، مرة هكا مرة هكا. بصفة عامة هيان ساندان تمزج بين كاراتيه
شاولين وكاراتي شوكاي. كتاب غادي تكون تحت. هاد كاراتي شاولين ديال الصين هو اللي عطانا شورين. شاولين شورين شورين ريو. والشوكاي عطانا شوراي ريو. شورين ريو هو الكاراتي ديال شمال الصين. عطانا شورين ريو اللي فيها شوتوكون الوادو ريو شيتوريو، يعني كاراتي سلس خفيف كيدار عن بعد مسافة بعيدة. شوتوكون عندنا راه فيه مسافة بعيدة، وفيه كذلك مسافة قريبة، حيث شوتوكون هو خليط ما بين شورين ريو وشوراي ريو، لأن فوناكوشي إيتوزو دخل واحد العدد ديال الأشياء من شوراي ريو اللي هو الكاراتي ديال جنوب الصين، وفيه التحارب عن قرب. إذن هاد الكاتا هذه هي نساندان، هي في الواقع جايانا من شوراي ريو اللي فيه الجوجو ريو والأويشي ريو، وحاليا دخل فيه حتى الكيوكو شينكاي أو الكيوكو شين بصفة عامة. إذن فيه ينساندان يتواجد الخصم قريبا جدا منك، لذلك هي كاتا جيدة للتدريب على المواجهة عن قرب، بحيث يمسكك الخصم من الذراع أو يحاول إسقاطك من الخلف إلى آخره. الفقرة الثانية باش ما نطولش عليكم هي الخصائص التقنية. أولا عندنا رسم المبياني. رسم المبياني للكاتا هو على هذا الشكل، هذا على شكل تي، حرف تي الفرنسي مقلوب، يعني هذه هي نقطة الانطلاق. كنخدموا في الجوانب، تمشيو القدام وترجعوا وتنوليو نخدموا في الجوانب. هذا هو رسم المبياني المرسوم على الأرض في مخيلتنا، وخصنا نتبعو، يعني بلا ما نتراسيوه في الأرض، بلا ما نرسموه في الأرض، خصو يكون مرسوم في مخيلتنا. الجديد في هذا الكاتا، فيها الجديد وفيها المراجعة. فيما يخص الجديد بالنسبة للتقنيات، عندنا وضعية كيباداشي وتحرك يوري أشي. يوري أشي كيدار في آخر الكاتا بهذوك التقنيات بجوج، وكنزلقو يوري أشي. الجديد أيضا من غير هذه الوضعية والتحرك، كاين أربع تقنيات هجومية. عندنا أوشيرو تاتي تزوكي، جودان أوراكن أوشي، وأوشيرو أمبي أوشي، وفومي كومي. كلهم غادي نشوفوهم في الفيديو ديال أسماء التقنيات. من غير هاد أربع تقنيات هجومية، عندنا أربع تقنيات دفاعية جديدة، وهي ريوكن كوشي غامي، هي هذه اللي كنا قلنا قبيلات، كينا أمبي أوكي، كينا تاتا شوتو أوكي، كينا كوزا أوكي. هادو بجوج هكذا. إذن هاد الأمور كلها غادي نشوفوها في مع أسماء التقنيات. إذن أربع هجومات جديدة وأربع دفاعات جديدة في هذا الكاتا. أما المراجعة في هذا الكاتا، كنراجعو وضعية كوكوتسو وزانكوتسو داشي، كنراجعو أربعة هجومات تقنية، هي نيكيتي تتسوي أوشي أوتزوكي إيراكنوشي. كنراجعو كذلك أربع دفاعات، وهي كيدامباراي موروتي أوكي أوزا أوكي وأوشي أوكي. بالنسبة للرجل، الضربة بالرجل اللي كنديرو، ديك الضربة بالرجل نقدرو نديرو فومي كومي، ونقدرو نديرو ميكازوكي غيري، وهذه غادي نبينو في الفيديو ديال التطبيق. ثالثا إيقاع الكاتا. في الفيديو المقبل غادي ندير تنفيذ الكاتا بالإيقاع كما هو موجود عندي مكتوب. كتلاحظوا هنا الأرقام، هذه هي الأرقام ديال التنفيذ ديال الإيقاع.
كما جاءت واردة في عدة مواقع. عفوا، زيادة على هذا الإيقاع والتوقف بعد الكياي، هي نساندان هي أول كاتا تتضمن تقنية بالعرض البطيء، وهي ديك تاتي شو شو تاتي شوتو أوكي قبل ما الدور أضرب هكا، والتي تعني بقيام القيام بمجهود متفرد عن غيره، وهو مثلا دفع الخصم. إذا كدر ببطء كبير. من المهم التذكر بأنه بعد الكياي الأول ينبغي احتساب تقريبا 4 ثواني قبل الرجوع إلى أمام خط الهجوم. يعني ملي كدير الكياي الأول وكتجمع يدين بحال هكا، خصك تحسب على الأقل 4 ثواني داخلة فيها هذيك الدورة وتشوف القدام، يعني كتعطل شي شوية أبري من بعد الكياي الأول، كتعطل 4 ثواني وعاد كتكمل الكاطا. رابعا وأخيرا باش ما نطولشال، وهي نصائح للأستاذ أوشيما اللي كنذكر بأنه كان تلميذ مباشر لفوناكوشي. يقول: بما أن هيان ساندان هي أقصر كاطا في الهيانات، فإن الممارسين الأكبر سنا أو يفتقدون القوة سيجدونها أسهل في التنفيذ صحبة ممارسين شباب. إذن راه الناس بحال هاد كبار السن هما اللي غادي تجي معاهم هيان ساندان يدربوا عليها مع الشباب، لأنها قصيرة جدا وغادا تخدم الثبات بالنسبة لهم. الكثير من النساء يختارون هذه الكاتا ككاتا مفضلة توكبي كاتا نظرا للحركات الدينامية بالوركين التي تتضمنها. أظن أنها كاتا جيدة بالنسبة للنساء لممارستها لمدة معتبرة. إذا الطبيعة ديال هاد الكاتا اللي كتخدم بالوركين جدا وبكيباداشي فهي تلائم مورفولوجيا جسم المرأة، جسم الفتاة بصفة عامة، أو المرأة اللي هي بصفة عامة، وكيختاروها النساء بزاف في البطولة، كيختاروها في البطولة بطولات للتباري. يعني هذيك وضعية كيباداشي تلائم جدا مورفولوجيا يعني النساء بصفة عامة. كذلك هنا تلاحظوا يعني الطريقة ديال الكيباداشي، يعني كديرها الفتاة بطريقة سلسة وسهلة مقارنة مع الذكور. هذا هو المقصود من هذا الشيء. هذا ثانيا راه كيدربوا عليها واحد المجموعة باش يديروها في التباري. لاحظوا السهولة اللي كيدار بها داك الفومي كومي وكيباداشي، ولذلك هي مفيدة كذلك بالنسبة للشيوخ باش يحافظوا على اللياقة ديالهم، وباش دوك الركيبات يتحركوا شي شوية وما يبقاوش يعني مكمشين. هذا هو المقصود. إذن كنشجع هنايا الناس الكبار باش يديروا الكاراتي، وما نساوهم شاي وما نهملهم شاي، حتى هما نعطيهم حقهم في هاد الرياضة هادي، لأنها غادا تساعدهم في اللياقة وفي الحفاظ على اللياقة البدنية ديالهم بصفة عامة. في الكاتا هي نركز على تقنيات الانعتاق من خصم يمسكون من المعصام ولا من الخلف ولا من العنق. يصعب إذن تصور هذه التقنيات،
ولهذا ينبغي تطبيق الانفلات مع خصم حقيقي كما ورد في السابق، كما قلت في السابق. على الكل أن ينفذ تقنيات صحيحة للمسك، وإلا لن تنجح تقنيات الانفلات. في جميع مراحل الكاتا ينبغي التشديد على أن الدهن هو الذي يقوم الجسم في المرور من وضعية إلى أخرى. كل حركة ينبغي أن تكون واقعية، ديناميكية، وقوية. قم بهذه الكاتا بقوة ولا تفقد أبدا التوازن. إذن كان هذا بصفة عامة الجانب النظري للكاتا هي الصندان. ثم غادي نقوم بفيديو حول التقنيات، وغادي تكتبوا الأسماء ديال التقنيات، والفيديو الثالث غادي يكون نصائح في التنفيذ خطوة بخطوة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.